الولايات المتحدة الأمريكية وجهت ضربة عنيفة لواحدة من أكبر شبكات تمويل تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط. هذا الأمر تم الإعلان عنه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا بهذا الشكل، وهي التي تحدثت عن فرض عقوبات على 4 أفراد بالإضافة إلى كيانين الأفراد الذين نتحدث عنهم، كلهم عراقيون وكلهم من العراق. وبالتالي الذي جرى بأن هذه الشبكة التي نتحدث عنها هي تمول بشكل خاص عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق وفي سوريا، وعلى رأس هذه الشبكة أحد أهم الأشخاص وأخطر الأشخاص بالنسبة لتنظيم داعش، ألا وهو عبد الحميد سليم بروكان الخاتوني، الذي تحدثت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه انتقل أساسا إلى تركيا في عام 2016، والرجل بدأ يعمل بعملية تسهيل تحويل الأموال القادمة من المانحين من الخليج مباشرة إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي. صدق أو لا تصدق، بهذه الطريقة كانت الأمور في عام 2016، خاصة وأن تنظيم داعش كان يواجه مصاعبا كبيرة. كانت القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها وكذلك كتفا لكتف تقاتل مع التحالف الدولي، وجهود كبيرة جدا أيضا من التحالف الدولي في سوريا، كلها تتقدم على تنظيم داعش الإرهابي. بالتالي هو بدأ يسهل هذا التمويل في نفس العام. أساسا تحدثت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه قد انضم إلى خلية أو كتيبة تعمل على عملية نشر أيديولوجية أبو بكر البغدادي، وبأنه بدأ بعملية التجنيد وانضم إلى مجموعة تقوم بعملية التجنيد وعملية ضم أفراد لتنظيم داعش، وبالتالي يرسلهم إلى سوريا أو حتى يرسلهم للعراق من أجل القتال. وبعدها في عام 2018، وبعد اندحارهم وطبعا فقدانهم للسيطرة على المستوى العراقي أو حتى على المستوى السوري، وتحولوا إلى العمليات الخاطفة، العمليات السريعة، العمليات الإرهابية الخطيرة، وكذلك إلى العمليات الاستخبارية، فإن هذا الرجل أصبح مسؤولا مهما عن إدارة جميع التفاصيل المتعلقة في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، من رواتب، من توزيع وغيرها في العراق وفي سوريا. وهو قام بتأسيس شركتين مهمتين في مدينة مرسين التركية. ولاحظ بأن هذه الشركة، واحدة من الشركات، هي شركة تعمل على عملية التسهيلات المالية طبعا لتنظيم داعش الإرهابي، بعدها أعاد تسميتها. وهذه الشركة التي نتحدث عنها هي حولها طبعا إلى شركة يطلق عليها شركة وادي الرافدين للمواد الغذائية. وواضح جدا بأن من الاسم بأن هذه الشركة مختصة في إرسال الأموال إلى الداخل العراقي، ترسل الأموال إلى العراق وكأنها شركة للمواد الغذائية، وبعدها تستقبل المواد الغذائية طبعا في تركيا، مواد غذائية عراقية، وبالتالي تقوم بعملية بيعها في الداخل التركي. وبالتالي هي تعمل تحت هذا الغطاء، وهذا يوضح بأن الشركات للمواد الغذائية التي تعمل مع هذه الشركة في الداخل العراقي متورطة بشكل خطير وكبير في هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك أنه يمتلك أيضا شركة أخرى يطلق عليها شام إكسبرس في مرسين في تركيا، أيضا قام بتأسيسها في عام 2020. واضح جدا شام إكسبرس أي أنها تعمل في الداخل السوري، رغم أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تذكر هذا التفصيل، ولكن الاسم واضح جدا. بنفس الطريقة نرسل الأموال إلى سوريا ونحصل على البضاعة، المواد الغذائية قد تكون أو أي بضاعة أخرى كشام إكسبرس. طبعا توضح بأن هنالك نقل للبضائع في حقيقة الأمر وليست كالمواد الغذائية، ويقومون بإرسالها كحوالات وغيرها من سوريا إلى تركيا، وهذه كلها كانت تعمل كنقطة تمويل خطيرة جدا لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا وفي العراق. بالإضافة إلى ذلك إلى أن عبد الحميد سليم بروكان الخاتوني يمتلك طبعا ولدان، وأبناء هذا الرجل وهما عمر ومحمد أيضا مرتبطين بهذه الشركات التي تحدثنا عنها طبعا، بل إنهم تعاملوا بحسب وزارة الخزانة الأمريكية مع شخص ومسؤول من تنظيم داعش الإرهابي أيضا يقوم بعمليات التمويل، وقاموا بعملية إرسال $500,000. لم تحدد وزارة الخزانة الأمريكية أين أرسلت هذه طبعا الأموال، إذا كانت للعراق أو إذا كانت إلى سوريا، ولكنهم في يونيو عام 2021 أرسلوا $500,000. صدق أو لا تصدق، رغم كل الاندحار نحن نتحدث عن $500,000 في شهر واحد في 2021 أرسلت لتنظيم داعش الإرهابي من هذه
هذه الأطراف، وبالتالي هذه المجموعة خطيرة للغاية. ويضاف لهذه المجموعة وزارة الخزانة الأمريكية تحدثت عن شخص اسمه لؤي جاسم الجبوري. هذا الرجل تحدثت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه في عام 2008 كان مع تنظيم القاعدة، بعدها في عام 2014 أصبح مع تنظيم داعش الإرهابي، وبعد ذلك أيضا انتقل إلى تركيا أيضا وإلى مرسين في تركيا، وبدأ بعملية إدارة الأموال في إحدى الشركات التي أيضا تمول تنظيم داعش الإرهابي. ما الذي حدث لهؤلاء؟ جاءت وزارة الخزانة الأمريكية وقامت بالانقضاض عليهم تماما وأوقفت كل العمليات التي يقومون بها، فرضوا عقوبات على هؤلاء الأفراد، فرضوا عقوبات على الشركتين التي تحدثنا عنها، وبالتعاون طبعا مع تركيا، بالتعاون مع وزارة المالية التركية وكذلك وزارة الداخلية التركية. هل انتهت القصة إلى هنا؟ لا أبدا، بل إن مصدرنا الخاص تحدث وقال بصريح العبارة، وهذه تعرض لأول مرة، بأن كانت هنالك مداهمة تمت يوم أمس على العناصر المذكورة هنا والمتعاونين معهم، وتمت مداهمتهم، وقد نرى خلال الساعات القادمة شيئا، سنسمع شيئا في الساعات القادمة، في الأيام القليلة القادمة قد نرى صورهم، وقد يتم الإعلام بشكل أكبر عن تفاصيل أكبر من التفاصيل التي ذكرت. بغض النظر عن كل ذلك، فإن هذه العملية تعتبر ضربة كبيرة وأوقفت شبكة كبيرة جدا لتمويل تنظيم داعش في العراق وفي سوريا، وهذه طبعا تساعد كثيرا القوات الأمنية العراقية في عملية مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في العمليات الكثيرة التي يقوم بها العراق على المستوى البري وعلى المستوى الجوي في العراق طبعا. وفي عام 2022 قيادة العمليات المشتركة تحدثت عن تمكن العراق خلال العام الماضي من قتل 311 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي. نتحدث عن أكثر من 215 عنصرا من هؤلاء قتلوا بالضربات الجوية حقيقة لقوات الجو العراقية، وهذه تعتبر مسألة مهمة، خاصة وأن أغلب هؤلاء الذين قتلوا بحسب التصريحات العراقية بأنهم من قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وعلى هذا الأساس هي مسألة مهمة. ضرب هذه الشبكة مع ضرب القيادات هي قضية مهمة، وخاصة وأن رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني بدأ باستراتيجية جديدة لعام 2023، وقام باجتماع مهم حضرت به أهم القيادات العسكرية، نقلت في كل مكان بأنه بدأ يركز على العمل الاستخباري، تطوير وكالة الاستخبارات بشكل أكبر، لزيادة النوعية في المعلومات الاستخبارية، لزيادة دقة الأهداف التي تتم ويتم استخدامها ضد تنظيم داعش طبعا بكل تأكيد. وهذه مسألة مهمة لزيادة الأرقام وزيادة القتلى من تنظيم داعش للخلاص منه طبعا من هذه المنطقة بشكل عام. وعندما نتحدث عن العراق والجهود في العراق، فأنت ستلاحظ بأننا هنا بحسب اللايف يو ماب، وهذه مسألة مهمة، ستلاحظ بأنها تحدد باللون الأسود تواجد تنظيم داعش الإرهابي هنا في العراق في هذه النقطة وفي هذه النقطة، وأيضا لاحظ النقاط السوداء هنا هي تواجد ومناطق خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي، ليست السيطرة على الأرض وإنما عملية النفوذ. وخاصة إذا ما أخذنا على سبيل المثال الجهود العراقية في مواجهة داعش، سنذهب إلى هذه المنطقة السوداء التي ترونها هنا، وهذه المنطقة تحديدا هي تأتي قريبة من بيجي وتأتي إلى جنوب غرب كركوك. وبالتالي إذا ما ذهبنا مثلا إلى لقطات قد نشرتها خلية الإعلام الأمني، تحدثت أن وكالة الاستخبارات وجهت ضربة لداعش مهمة للغاية، وهنا يأتي الجهد العراقي المهم الاستخباري. ستلاحظ بأن واحدة من الضربات جاءت على هذه المنطقة، نتحدث عن عدد من الضربات 4 أوكار لداعش الإرهابي. وبالتالي بهذه الضربة وبهذه المنطقة تحديدا، إذا ما حاولنا أن نحدد هذه المنطقة، دعونا نأخذ بعض العلامات لكي نحدد ما الذي فعله صقور الجو العراقي. سنلاحظ بأننا أمام علامات واضحة جدا نستطيع من خلالها تحديد هذا الموقع لكي نرى مدى خطورة داعش إذا ما جاء إلى هذه المنطقة ووصل إلى هذه المنطقة. هناك ما تلاحظون بعض العلامات أو الشكل المميز لهذه المنطقة، هذا هو طريق وهنا شكل معين مميز أيضا لهذا الطريق الآخر، وبالتالي نوعا ما نحن
أمام هذه المنطقة وأمام الضربة التي رأيناها في المقطع الآخر الذي نشر طبعا من خلية الإعلام الأمنية. الآن دعونا نتوجه إلى أيضا خلية الإعلام الأمنية، قد أكدت بأن الضربة جاءت في كركوك، وبالتالي على أساس بأننا أمام هذه المنطقة وعلى أساس أن خلية الإعلام الأمنية تحدثت عن كركوك، لنتجه إلى هذه المنطقة لنحاول معرفة أين جاءت هذه المنطقة. الآن بالتوجه إلى كركوك تحديدا، هذه هي كركوك إلى جنوب غربها في وادي زغيتون تحديدا كما تحدثت خلية الإعلام الأمنية. عندما تذهب ستجد بأنك أمام منطقة خضراء. هنا دعونا نأخذ صورة أوضح لهذه المنطقة بهذا الشكل، ولنعد بالتاريخ قليلا لكي نحصل على صورة طبعا أوضح كما ترون. وهنا أنت أمام نفس العلامات، نفس هذا الطريق الذي ترونه، وبهذا الشكل واضح جدا بأننا مرة أخرى أمام نفس المنطقة. هذا هو الطريق الذي رأيناه، وهذه هي نفس العلامات طبعا. وواضح أن القوات العراقية تمكنت من توجيه ضربة كبيرة هنا في هذه المنطقة مع التشابه طبعا، ولكن صورة القمر الصناعي طبعا واضح جدا بأنها توضح بأن هذه المنطقة مزروعة وغيرها موجودة، وبالتالي الضربة واضح بأنها كانت بهذا الاتجاه، وهذه منطقة خطيرة. قد يستغرب البعض، قد يرى البعض بأن الأمر ليس مهما، هم متواجدين في أوكار وأنها ليست مهمة للغاية، ولكن دعونا نبتعد قليلا من هذه المنطقة، وسترى أن تنظيم داعش وعناصر داعش يتواجدون في مناطق خطيرة للغاية. تحدثنا نحن عن كركوك على سبيل المثال في هذه المنطقة، الضربة جاءت بهذا الاتجاه، هذه المسافة تأتي على ما يقارب 54 كيلومترا، وكذلك أنت تتحدث عن الحويجة هنا إلى جنوبها على مسافة 35 كيلومترا. لاحظ التواجد للتنظيم داعش، وأيضا هنا تكريت على سبيل المثال، وبالتالي من الممكن لداعش لو وجد الأموال، لو وجد القيادة، لو وجد ثغرات، لو وجد عدم تعاون أمني أو استخباري حقيقي، ستجد داعش تنتشر فجأة في هذه المنطقة، وبالتالي مسألة قطع التمويل، مسألة ضرب القيادات، هي مسألة مهمة للغاية. نفس القضية طبعا عندما نتحدث عن سوريا، في سوريا الـMQ-9 ريبر الخاصة بالتحالف الدولي تؤدي أداء هائلا جدا في الضربات التي تأتي طبعا ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحديدا على القيادات. وبشكل مثير إذا ما ذهبنا إلى سوريا على سبيل المثال، ستجد وتحديدا على هذه القاعدة التي ترونها، هذه هي الميادين التي ترونها في سوريا، وهنا قاعدة حقل العمر النفطي. بشكل مثير في آخر صورة للقمر الصناعي إذا ما ذهبنا إلى قاعدة حقل العمر النفطي كما تلاحظون، وذهبنا إلى المدرج الخاص بانطلاق الطائرات وطائرات المسيرة، ستجد فجأة بأن القمر الصناعي التقط طائرة من طائرات الـMQ-9 ريبر الخاصة بالتحالف الدولي بهذا الشكل، وهي توضح الكم الهائل للعمليات والرصد التي تقوم بها هذه الطائرة المهمة للغاية. في سوريا طبعا كما تحدثنا التواجد ونفوذ داعش نوعا ما أخطر مما هو الوضع ومما هو عليه في الداخل العراقي، قد تكون بسبب الوضع طبعا في سوريا. وكما نلاحظ أن خطورة داعش لا تأتي في هذه المنطقة فقط، وإنما في المناطق الخضراء التي ترونها في الداخل السوري، وهي مناطق تواجد الجيش السوري الحر هنالك، وكذلك فصائل موالية لتركيا تحديدا هي التي تسيطر على هذه المنطقة. في حلب وتحديدا إلى شمال شرق حلب، هنا منطقة الباب، كانت هنالك ضربة كبيرة جدا في ديسمبر الماضي جاءت على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وهو طبعا كما تحدثت التفاصيل بأنه يمني الجنسية. وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذه الضربة، ودعونا نرى ونلقي نظرة على الضربة، لاحظ الركام الكبير لهذه الضربة الكبيرة للغاية، لم يعرف أحدا ما الذي جاء من هذه الضربة، ما الذي جاء من هذه الضربة ولماذا جاءت. وفي حقيقة الأمر أن هذه الضربة هي جاءت في منتصف مدينة الباب، وجميع بدأ يتساءل ما الذي جرى. الحديث في بادئ الأمر أن هنالك مدنيين هم الذين ضربوا، ولكن في نهاية المطاف المسألة تبينت بأنها مختلفة تماما. دعونا نتجه إلى الشاشة الآن لنلقي نظرة على تفاصيل هذه الضربة تحديدا. إذا ما ألقينا نظرة طبعا على هذه المنطقة التي ترونها، هي المنطقة التي استطعنا من خلالها أن نحدد هذا الموقع، وبالتالي بالاقتراب بهذا الاتجاه من هذه الموقع ومن هذه المنطقة الآن كما ترونها، سنلاحظ الآن نقترب هنا
وسنأخذ عددا من النقاط المهمة التي ستوضح لنا أين جاءت هذه الضربة. أنت هنا أمام مبنى، مبنيين وثلاثة مباني، وهنا صحن كما تلاحظون واضح جدا، وأيضا هنالك مسافة بين النقطة التي ضربت وبين هذا المبنى الذي ترونه والذي يبدو مرتفعا، يبدو منفردا نوعا ما. نحن أمام فرع حقيقة، وكأنه فرع وكأنه طريق نوعا ما، ضيق نوعا ما على الأقل مما نراه، أي إنها مناطق سكنية متقاربة. وهنا يأتي العمل الاستخباري الكبير، وأيضا نحن أمام مبنى كبير لا بأس به، تأتي به مسافة بينه وبين هذا المبنى الذي أشرناه طبعا، ومسافة أخرى تأتي أيضا. ليس هنالك مبنى كما هو واضح خلف هذا الرجل الذي ترونه، وبالتالي ليس هنالك الكثير من المباني المرتبطة بهذا المبنى، وأيضا يبدو بأن هنالك فراغا بسيطا لهذه المنطقة. هذه النقاط قد تكون كافية لمعرفة أين جاءت هذه الضربة. لنتجه بالقمر الصناعي إلى مدينة الباب، لاحظ العمل الاستخباري ولاحظ الضربات التي تأتي ضد قيادة أو قيادات داعش. هذه هي حلب، هذه هي مدينة الباب. الآن عندما نقترب من هذه المنطقة شيئا فشيئا، ولنقترب أكثر في 20 ديسمبر طبعا الشهر الماضي هي الضربة، نقترب الآن من هذه المنطقة هنا بهذا الاتجاه بالأخذ التفافة بسيطة إلى الشمال، ودعونا نوعا ما نقترب قليلا من هذه المنطقة لنلاحظ هذه المنطقة أين تأتي. وبالتالي ستشاهد أنت فجأة أنك أمام نفس العلامات، هذا هو المبنى الذي رأيناه والذي يأتي نوعا ما يبدو بمسافة مشابهة من هذه المنطقة. أنت أمام مبنى كما تلاحظون، ومبنيين وثلاثة، وفيه الصحن على ما يبدو بالقمر الصناعي. هذا المبنى الذي يأتي فيه طبعا مسافات على ما يبدو بأنها منخفضة نوعا ما، وأيضا ليس هنالك شيئا خلف هذا المبنى نوعا ما، هو منفرد، وبالتالي هذا يوضح بأن المبنى الذي ضرب هو هذا المبنى الذي يتواجد فيه طبعا أحد قيادات تنظيم داعش الخطيرين من الجنسية اليمنية. طبعا كما تحدثنا في بادئ الأمر لم يعرف أحدا ما الذي جرى، هذا هو المبنى تحديدا الذي نتحدث عنه. وبالتالي بعد أن لاحظوا بأن هنالك صاروخا كما تلاحظون، إحدى الصواريخ التي ضربت هذا الموقع، هذا الصاروخ عندما تأخذ صورة واضحة له فهو نفس الصاروخ الذي نعرفه تماما، صاروخ الـ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي تحمله طائرة الـ MQ-9 ريبر الأمريكية. بعد ذلك سلاح الجو الملكي البريطاني هو الذي أعلن مسؤوليته عن هذه العملية ومطاردة أبو ياسر اليمني، ونشروا صورته أيضا والصورة له، ولكنهم لم يتمكنوا من اغتياله في حقيقة الأمر، رغم أن الضربة كانت خطيرة للغاية. تحدثت المصادر السورية بأنه انتقل إلى مشفى الباب، كانت هنالك تغطية على طبيعة الضربة التي جاءت له مع زميل له موجود في المنزل، ولكن بعد ذلك أجهزة المخابرات الموجودة في المنطقة كانت قد انقضت على هذا الرجل، وقامت بإلقاء القبض عليه. الكثير من الضربات خلال عام 2022 هي جاءت على تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي ضربات على القيادات في العراق وفي سوريا، وتجفيف للمنابع إن كانت قادمة، ومنابع الأموال التي تأتي إن كانت من تركيا أو من أي منطقة أخرى، هي قد توضح ببساطة بأن تنظيم داعش الإرهابي يتوجه إلى النهاية، متجه إلى النهاية، وبأن التحالف الدولي مع القوات العراقية مع قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من الأطراف المتعاونة يبدو بأنهم أدخلوا هذه القوات في مشكلة حقيقية، أي قوات داعش الإرهابي وضرب القيادات، يعني ضرب رؤوس الفوضى. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التركيز أكثر على التحديات إن كانت مع إيران في ظل عدم وجود عودة للاتفاقية النووية، تهديدات بالطائرات المسيرة، انخراط إيران أيضا في الحرب الروسية الأوكرانية، واضح بأنهم يريدون إنهاء هذه المسألة. ولكن أيضا في نفس الوقت أن تنظيم داعش وجد طريقا آخر له من الشرق الأوسط، وبدأ يتجه إلى أفريقيا، وبدأ الغرب يتحدث بأن داعش اتجه إلى أفريقيا. ما الذي نفعله؟ يجب أن ننظر إلى هذه المسألة، ويجب أن نطارد داعش، ولكن هل سيطاردون داعش؟ هل هي تستحق العناء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي أن يذهبوا إلى تلك المنطقة؟ هي طبعا أسئلة تظل تطرح، ولكن الأهم بأننا أمام شبكة تمويل قد ضربت ضربة كبيرة مؤخرا من وزارة الخزانة الأمريكية، وأمام اعتقالات على ما يبدو بحسب مصادرنا الخاصة. سنرى ما الذي سيصدر عنها.